السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم، مساء السعادة والحب لكم جميعا، مساء الصحة والجمال على كل متابعين برنامج نعم أستطيع. معكم سارة البربري في رابع حلقاتي، الحلقة رقم 294. قبل ما أبدأ حلقتي عايزة أقول أهلي وصحابي وجيراني وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة علينا جميعا، يا رب تكون سنة مبشرة بزوال الوباء عننا وعن العالم كله. حلقتنا النهاردة حلقة متميزة، هنتكلم فيها عن كل ما يخص الطب، عن كل ما يخص أمراض القلب وانسداد الشرايين. تعالوا نتطرق الأمر مع ضيفنا اللي منورنا، طبيب القلب. هو اتخرج من كلية الطب واتخرج غيره آلاف الدكاترة، لكن هو قدر يضع لنفسه بصمة مميزة في عمليات القلب وانسداد الشرايين، ألا هو الدكتور الإنسان صاحب القلب الرحيم، الدكتور محمد حجازي. أهلا بحضرتك دكتور، شرفتني ونورتني. أهلا وسهلا. في البداية دكتور عاوزين حضرتك تعرفنا إمتى هنتعامل مع الشخص على إنه مريض عنده انسداد شرايين. تمام. هو قبل بس ما نتكلم عن الأعراض اللي ممكن نعرف بها المريض أو حتى إزاي نشخصه، هنتكلم حاجة بسيطة بس عن إيه يعني شرايين القلب ذات نفسها. هو شريان أصلا القلب هي الشرايين التاجية اللي هي دورها الأساسي نقل الدم لعضة القلب عشان تزودها بالأكسجين وبالغذاء اللي بيمكن العضة ديت أصلا إنها بتشارك بدورها الرئيسي في ضخ الدم لكل أعضاء الجسم. تمام. وأصلا شريان القلب أصلا بتنقسم لنوعين شريانين، الشريان الأيسر الرئيسي الأيسر اللي هو بينقسم بعد كده للشريان الأمامي النازل الأيسر والشريان المحيطي أو الخلفي الأيسر برضه، ومن ناحية تانية في الشريان الأمامي. تمام. الشريان قصدي الأيمن، ده اللي بيغذي الجزء الأيمن من القلب. تمام. والشريان أصلا دي بتحوط القلب في شكل زي التاج، عشان كده اتقال عليها الشرايين التاجية نسبة إلى إيه؟ شكلها إنها زي التاج وبتاع. في بقى هنتكلم بعد كده إزاي بقى الشرايين تنسد. هو انسداد الشرايين بالذات عبارة عن بالظبط تجمع وتراكم الكوليسترول والدهون والكالسيوم وبعض مكونات الدم زي الفايبرين كده، بتتجمع الفيريتين قصدي، بتتجمع بداخل الشرايين فبتساعد على ضيق الشرايين ديت، وبتنمو اكتر واكتر فبتؤدي الى تصلب في الشرايين. والاسباب اللي بتؤدي لذلك اسباب عده، من اشهرها اساسا ارتفاع نسبه الكوليسترول وخاصه الكوليسترول الضار اللي هو منخفض الكثافه اللي هو ال LDL، ويكون مصاحبه مع اصلا انخفاض في الكوليسترول اللي هو المفيد اللي هو العالي الكثافه HDL. وبرضه ومرضى العصر الاثنين طبعا اللي هو سكر والضغط اللي لهم دور رئيسي اصلا في عمليه انسداد الشرايين، وفي عوامل اخرى زي التدخين زي السمنه لها دور اصلا كبير، في قله الحركه برضه لها دور، وفي برضه التوتر والضغط العصبي والنفسي لهم دور اساسا في انسداد الشرايين وبتاع كده. احنا وصلنا للشرايين. طب ايه بقى اللي الاعراض بقى اللي نعرف منها المريض ده عنده انسداد في الشرايين ولا لا او بيشتكي بالظبط؟ هو نتيجه اصلا نقص الاكسجين اللي حصل نتيجه الضيق اللي موجود، فهيجي المريض اصلا بيشتكي بالم شديد في الصدر، ده بيكون درجه كبيره في منتصف الصدر او ناحيه اليسار، وساعات بيوصل اصلا ان هو بيسمع وبيتنقل اصلا للكتف والدراع الايسر او بيتنقل للرقبه او بيتنقل للظهر. وبعض المرضى اصلا بيجي بيشتكوا بالوجع اللي هو الشديد اللي حاسس بيه، يعني في ناس كانت بتيجي تشتكي اصلا بوجع في كتفه بس الشمال، فهنفتكر ففي كان يفتكر مثلا هو ممكن يكون حاجه في العظم وبتاع، لكن طلعت مشكله اصلا ان الوجع بدا في الصدر لما خدنا منه اصلا تاريخ مرضه وسالناه واتنقل لدراعه الشمال، فشد الدراع الشمال خليته ينسى الوجع الرئيسي اللي هو في الصدر ويشتكي من وجعه بس ايه في كتفه الشمال كده وبتاع. بما ان الاغلبيه العظمى عندنا بيشتكوا من ضعف في عضله القلب، بس في حاجات ثانيه برضه في الاعراض معلش كده عشان بس ايه اللي برضه ممكن يعرف بها المريض اصلا عندنا، ان عندنا اصلا ممكن يحصل له ضيق في التنفس وعدم قدره التنفس والاختناق، وبرضه اصلا ممكن توصل لدرجه اصلا في الحالات الشديده ان يحس بالغثيان وتسرع في ضربات القلب. وبالتالي اصلا بنبتدي نعمل الفحوصات ساعتها عشان برضه نتاكد ان ذات اللي عن طريق مثلا نعمل رسم القلب العادي السريري اللي بيتعمل، وممكن نعمل اشعه او الموجات الصوتيه على القلب اللي هي الايكو، وساعات بنوصل بعد كده لرسم قلب مجهود، ممكن نوصل لايه للقسطره في الاخر التشخيصيه. بما ان الاغلبيه العظمى عندنا بيشتكوا من ضعف عضله القلب، حضرتك تنصحهم بايه اللي يعملوه عشان يقووا عضله القلب؟ تقويه عضله القلب اصلا اساسا تقويه عضله القلب ده شيء اساسي وشيء رئيسي لكل انسان اصلا المفروض يعمله، المرضى القلب وغير مرضى القلب عشان حتى ما يصابش بالقلب كده وبتاع. فاهم حاجه عندنا اصلا بتبقى الرياضه، دي اول حاجه خالص بتاع. والرياضه في حاجات كتير، يعني في رياضات كتير مثلا زي السباحه
زي نط الحبل، زي مثلا الجري. بس الحاجات دي بتحتاج ان ممكن نعمل فحص قلب قبلها تكون مشكله، لكن في الحاجه البسيطه ممكن نعملها حتى بتاع هي المشي، والمشي لمده نص ساعه يوميا لمده 5 ايام دي كافيه، ولو زود يبقى احسن. لو هو مش قادر ممكن يبدا ب 10 دقائق في الاول وتدريجيا هيزيد معاه. تاني حاجه برضو كده مثلا التغذيه، وده حاجه رئيسيه جدا، والتغذيه عندنا اهم. يعني التغذيه في مجمل بسيط جدا، والاكل يكون منخفض الملح ومنخفض الدهون، حتى احنا بنتكلم اصلا يكون قليل بتاع، ويزود من الخضروات من الفواكه الا اذا ما يكونش عنده مشكله، لان في بعض مرضى القلب السموات بالذات بيكون عندهم مشكله لو خدوا الخضروات ديت، فبننصحهم بالتقليل منها. وطبعا بعد كده اهم حاجه بقى ايه، الحاجات الضاره يبعد عنها بالظبط، اصلا ايه هو ايه الدخان اصلا وبتاع السجاير، يمنع السجاير خالص، يمنع التدخين بمعنى اصح. ومن جهه ثانيه بالنسبه ان هو كمريض اصلا للقلب مفروض، او حتى كانسان عادي مفروض يبعد عن التوتر والقلق الشديد، ويستعين بالله طبعا، او يجيب ثقه في الله ان شاء الله في كل شيء. طب مريض انسداد الشرايين ازاي اقدر اقول ان المريض ده محتاج علاج دوائي او تدخل جراحي؟ تمام، هو نفس اللي كنا قلنا قبل كده، هو الاعراض ذات نفسها ممكن تروح، يعني لو كانت الاعراض في بدايتها بسيطه اصلا، الام وخد وبدا يتعمل اصلا ايه زي الفحوصات العاديه مثلا، زي رسم القلب السريري مثلا او الايكو، وبانت الموضوع ان هو ممكن يحتاج ساعتها علاج بالدواء بسيط، بنديله علاج الدواء ونشوف نتيجه. لكن لو نجعنا للقسطره، القسطره الشخصيه ذات نفسها هي اللي بتوضح بقى بدرجه كبيره حسب دي اللي موجود في الشرايين، اذا ظهر وبتاع بنقدر منها نعرف اذا كان ده محتاج دواء بس اصلا بالعلاج بالحبوب مثلا وبالاقراص الدوائيه بس وبتاع، لو كان الضيق قليل، او لو كان الضيق شديد محتاج انه يكتب توعمات او عمليه قلب مفتوح. والعمليه قلب مفتوح اصلا يتوقف على حاجه رئيسيه كمان، ان هو لو هو مصاحب معاه حاجه ثانيه، يعني عنده مثلا عيوب خلقيه او عيوب في الصمامات، ومحتاج اصلا انها كده كده هتتغير مثلا، او يحصل فيها تدخل جراحي، في روتين اصلا بيعمل قبلها قسطره تشخيصيه، عشان لو حصل مشاكل موجوده في الشرايين يتعدل اصلا في نفس ايه العمليه ديت اي بتاع. وتاني حاجه في بعض الحالات اصلا لما بنعمل قسطرات تشخيصيه نلاقي الشرايين ذات نفسها او كذا شريان بيكون منصاب اصلا وفي دي وبتاع، فدي اصلا بيبقى عمليه القلب مفتوح افضل من حكايه ايه دعمات في بعض الاوقات. طب حضرتك ممكن تنصحهم ايه الاغذيه المفيده اللي هم ممكن يتناولوها، وايه الادويه اللي ممكن لو مريض انسداد الشرايين خدها تضره؟ بالنسبه للاغذيه، في اغذيه كتير اللي هي بتكون مثلا عندنا الاغذيه اللي هي بتقلل نسبه الكوليسترول ونسبه الدهون في الجسم مثلا، في عندنا مثلا زي التوت الازرق، وعندنا مثلا الجزر، وعندنا الطماطم، دي حاجات من اللي بتقلل نسبه الكوليسترول. عندنا الشوفان بيقلل نسبه الكوليسترول وبيقلل الوزن في حد ذاته، وعندنا الحاجات الثانيه اللي هي اصلا ايه بتقوي عضله القلب زي الاناناس عشان بيحتوي على فيتامين سي، ده بيساعد على تقويه عضله القلب، ده كويس جدا اصلا. دي من الاغذيه اللي بتعتبر مفيده شويه، والخضروات طبعا الورقيه دي مفيده جدا لنا، والفواكه، وعندنا برضو المكسرات زي الجزر، زي مثلا قصدي المكسرات، قلنا الجزر قبل كده بيحتوي، والمكسرات زي الجوز وزي اللوز، الحاجات ديت من الحاجات اللي بتقوي عضله القلب. لكن الادويه هي اهم حاجه، بس في الادويه ان ما نتبعش مقوله ايه اسال مجرب ولا تسال ايه بطبيب بتاع، ان مثلا يكون عيان عنده مشكله في القلب ومتعود مثلا الدكتور مثلا قال له في حاجه اسمها حبايه تحت اللسان ياخدها، فما يجيش واحد جاره او واحد وبتاع يشتكي بنفس الوجع اللي في الصدر وبتاع، فيقوم راح يقول له ايه طب خد الحبايه ديت اصلا تريحك وبتاع، لان الحبايه اصلا تبقى ضاره جدا لو هو عنده مشاكل اصلا ايه زي انخفاض الضغط، ولو واخد اي ادويه معاها ثانيه من النوع اللي بتوعك معاها تعمل مشاكل. وتاني حاجه ان في الدواء برده مش كل دواء لكل مرضى القلب حتى انسداد الشرايين واحد لكل الناس، واصلا الدواء بيختلف حسب الامراض المصاحبه له، يعني مريض السكر، مريض الكلى، مريض الكبد، مريض اللي عنده حساسيه في الصدر، مريض حتى الضغط المنخفض، ليه انه ادويه مختلفه اصلا عن مريض تاني ممكن يكون عندهم نفس درجه انسداد الشرايين، في الاثنين هي هيها بس بتختلف الادويه عشان ايه ممكن تضره اصلا دي. دلوقتي هناخد اتصالات، اللي حابب يكلم الدكتور يساله في اي مشكله عنده يتفضل لحد ما يجي لنا اتصال. يا دكتور دلوقتي عاوزين حضرتك توضح لنا يعني ايه تركيب دعامه. تركيب دعامه اصلا دي الخطوه اللي بتكون سابقاها بالظبط خطوه ايه الاسطره التشخيصيه، يعني ركبنا الاسطره التشخيصيه عشان نكتشف الضيق اللي موجود في البتاع بالظبط، احنا دخلنا الاسطره هي بتدخل ايه عن طريق ممكن اصلا الشريان اللي موجود في الفخذ تحت او الشريان اللي موجود في الايه في اليد وبتاع هنا، وبندخل بالاسطره ولغايه انها توصل لغايه ما تمتد لغايه توصل للشريان الشريان التاجيه، وبعد كده بنحقن حاجه زي الصبغه بتسير مسار الدم اللي موجود جوه الشرايين عشان توضح لو هي المسار بتاعها في المكان، لو وقفت في مكان او حصل ضيق في او حصل قله الصبغه في مكان دي معناه ان في ضيق في المكان ده. ده بيتبعها بعد كده هي حكايه ايه فكره ايه ان احنا نعالج بقى الضيق ده ازاي؟
ان احنا بندخل اصلا برضو الاسرار الغيبيه فيها بالونه جوه الاسرار دي، بالونه اصلا بتدخل فتتنفخ اصلا جوه المكان الضيق ده فتوسع المكان ده. فعشان نحافظ على المكان ده انه ما يرجعش تاني بعد اصلا ما وسعناه، بنرجع بقى ان احنا ايه نحط الدعامه في نفس المكان اللي فيه الضيق، عشان ايه دي هي الفكره ببساطه جدا اصلا اللي بتساعد على ايه توسيع الشرايين عشان تقدر تمد اصلا الجسم ايه بالاكسجين والدم اللازم. طب امتى نقول ان المريض ده محتاج قلب مفتوح؟ لما دول قلناها قبل كده، هي القصه بالظبط ان المريض قلب مفتوح هو لو مريض عنده مشاكل عيوب خلقيه ده بيحتاج قلب مفتوح، عنده مشاكل عيوب في الصمامات شديده ده بيحتاج قلب مفتوح وبتاع، عنده مشاكل كده وانصاحبت معاه مثلا ان احنا عملنا استار بنعمل استار قبلها عشان نشوف اذا كان هيحتاج ان هو يتدخل برضه في حاجه في الشرايين، فما دام هو عمل قلب مفتوح وفتح القلب فيحتاج ان هو مثلا ايه يعمل اي مشاكل في تغيير او تبديل الشرايين اللي معانا كده. وفي بعض الامراض التانية مثلا فهي افضل اكتر اصلا بتاع العيوب الخلقيه والامراض اللي هي في صمامات ايه عيوب في صمامات القلب. طب حضرتك تنصح ايه للناس اللي عملوا عمليات يحافظوا ازاي على صحه قلبهم بعد العمليه؟ يعملوا ايه المطلوب منهم يعملوه عشان يحافظوا على قلبهم بعد العمليه؟ هو اول حاجه اصلا العادات السيئه اللي كان بيتبعها قبل العمليه ونتجت نتيجه العمليه يتجنبها، اذا كان اصلا في تدخين موجود، اذا كان في عادات غذائيه اصلا سيئه من اكل مثلا الدهون والكوليسترول بتاع، وتاني حاجه برضو حكايه انه يخفف الوزن بتاعه اصلا اذا كان الوزن زايد وبتاع، ويحتاج برضو من الحركه اذا كان اصلا عنده قله الحركه موجوده اصلا وكانت ناتجه عن كذا دي ان ناتجه عن سنين اصلا عمليه قلب مفتوح. معلش تقاطع حضرتك، معانا مداخله هاتفيه من هند من المنصوره. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايزه اسال الدكتور بس على حاجه. اتفضلي دكتور معاكي. كنت عايزه اسال بس بحس بضربات قلب سريعه مع اني مجهود وفي نبضه كده في الناحيه الشمال. تمام، في مشكله في النفس ولا حاجه مع النغزه دي بتحصل ولا حاجه؟ في شويه في نفس كده. طيب تمام، هو طبعا مشكله ضربات القلب السريعه في حد ذاتها ليها اسباب متعلقه بالقلب واسباب متعلقه باي مرض تاني غير امراض القلب وبتاع، وامراضها كتير للامانه. فاحنا لو عشان القلب ذات نفسه الاول نحاول نستبعد اصلا او ناكد مشاكل القلب عن طريق ان احنا نحتاج نعمل رسم قلب ونعمل ليه الموجات الصوتيه على القلب اصلا دي الايكو ده وبتاع. وبالنسبه وبعد كده مجموعه من التحاليل بقى عشان ناكد اذا كان موجود حاجات من التحاليل اصلا نستخدمها عشان كسور الدم مثلا، عشان حكايه لو كان في انيميا نتاكد برضو اذا ما كانش في مشكله في الغده الدرقيه اصلا وبتاع تحاليل الغده الدرقيه، وبرضو بنحاول نشوف ايه بالنسبه للكالسيوم بالنسبه للبوتاسيوم العيونات اللي اصلا بتكون لها دور في حكايه اصلا تسارع ضربات القلب. وبعد كده هنبدا نشوف بقى حسب ما نتاكد بس من التحاليل ديت هتنتج عنها ايه نبدا ايه نتعامل مع الحاله ديت وبتاع. بشكرك يا دكتور، شرفتني ونورتني. يا رب اكون عرفنا نقدم لكم النهارده معلومات مفيده، وطبعا مرضى القلب كتير وما نقدرش ننسى كلام الدكتور في اتباع الرياضه، وممارسه الرياضه مهمه جدا لمرضى القلب والاغذيه المفيده، ونقلل الكوليسترول من جسمنا علشان نعيش اصحاء بقلوب صحيه. دلوقتي عاوزه اعمل تهنئه، عاوزه ابارك للكابتن حسين محمد حسين والشيخ محمد حسين عن افتتاح محلات الأمانة للأجهزة المنزلية، ألف مبروك ودمتم متميزين. وزي ما عودناكم إن نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال تعقبها أفعال. عاوزة أنوه للسادة المشاهدين إن برنامج نعم أستطيع برنامج عام، لو عندك موهبة غناء، إنشاد، موهبة دينية، لو عندك مشكلة، لو عندك مبادرة أو فكرة، تعالى من خلال برنامج نعم أستطيع بقيادة المهندس وليد شعلان هنحقق حلمك وهنوصل صوتك. ودلوقتي عاوزة أعمل أقدم مواساة ورثاء للمهندس وليد شعلان بمناسبة مرور عام على وفاة والدته الله يرحمها. نتقدم بخالص المواساة للبشمهندس وليد، ونسأل الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان. كمان عاوزة أقول لأمي حمد لله على السلامة، حمد لله على سلامتك لأنها كانت من أسبوع تعبانة جدا وعملت عملية في القلب، وعايزة أقول لها أن احنا من غيرك ولا أي حاجة ولا لينا أي لازمة في الدنيا،
وطبعا منساش اشكر الدكتور محمد حجازي كل الشكر، لانه هو الدكتور اللي اجرى العمليه لوالدتي، فبشكر حضرتك. الحمد لله. وبفضلك بفضلك بعد ربنا سبحانه وتعالى والدتي الحمد لله ربنا يكمل شفاكي على خير يا امي. ودلوقتي هختم حلقتي برسالتي الشهيره اللي دايما بوجهها لكل بنت طموحه متفائله، اسعي اشتغلي ارضي اجتهدي اكيد ان شاء الله هتوصلي. اشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد يوم السبت القادم الواحده ظهرا. دمتم في رعايه الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.